في المرحلة الأولى والتانية والثالثة ويوم الحد انتو وانا اصحاب جدا، نقعد نهزر ونكون قريبين لبعض. بس يجي يوم الاثنين عايزيني انا اكون واقف في حتة في المسرح وانت تكون بعيد خالص، مش عايزين تقفوا جنبي يوم الاثنين. انت مش في امان، اتفضل في منطقة الخطر، هتقف جنبي. نسمع. ندى وحشتك؟ بس مش عايز اروح لها. يعني مش للدرجة دي. وحشتني قوي، بس انا عايز افضل هنا شوية. حاسة ان بعد ادائك امبارح المسرح هتقعدي؟ اتمنى يا رب، راضية عن نفسي الحمد لله. اجي والله وتخلص يا ايمن. شايفة الكاميرا اللي قدامك، شاوري لندى. بس مش هتشوفيها قريب، مبروك، هنشوفك الاسبوع الجاي. احمد، انتوا بتبقوا اتنين اتنين في كل اوضة في المرحلة دي صح؟ هنبقى واحد ولا ايه بالظبط؟ مين معاك؟ سعد. على المسرح هيبقى يوسف، اتفضل اقف في منطقة الخطر، انت مش في امان. روضة. مشوار النجومية في طلعات ونزلات وفي مطبات. انت النهاردة خبطتي مطب، مش في امان، اتفضلي في منطقة الخطر. رحاب. راضية عن نفسك؟ الحمد لله. مشوارك هكمل، مبروك، هنشوفك الأسبوع الجاي. فاضل أربعة، ما قلتش أساميهم. فاضل شخص هيقف في منطقة الخطر. مصطفى، اتفضل في منطقة الخطر. نقول مبروك للي من دلوقتي في امان، نشوفكم الاسبوع الجاي. شخص منكم هيغادر البرنامج النهارده. يوسف. زي ما قلت، أربعة في منطقة الخطر، واحد هيغادر. نفسي أقول لك إنك ترجع دلوقتي في أمان، بس أنت مش 100% أمان، هتفضل في منطقة الخطر دلوقتي. روضة. برضو نفسي أقول لك ترجعي مع زملائك، مش 100% لسه، هتفضلي معايا في منطقة الخطر. أحمد. ازيك يا أحمد؟ مبروك، هنشوفك الأسبوع الجاي يا أحمد. ارجع مع زملائك. مصطفى،
كنت اتمنى ان يجي لك تصويت كفاية وتفضل معانا. امنيتي اتحققت، مبروك، هنشوفك الاسبوع الجاي. شروط البرنامج بيقول ان شخص لازم يغادر النهاردة. انتوا الاثنين تستاهلوا لقب سوبر ستار وتكملوا معانا المشوار اصلا. ثالث شخص هيغادر سوبر ستار 2007 روضة. انت مش هتكملي معانا، مبروك يا يوسف، ارجع لزملائك. تحبي تقولي ايه للي شجعوكي واللي صوتولك؟ انا احب نشكر كل الناس اللي صوتولي ودعموني في بلادي، ونشكر كل الشعب التونسي والشعب العربي، ونشكر كل اهالي مدينة جابس وكل زملائي اللي يقروا معايا وصحابي، ونشكر كل الجمهور الكريم اللي حاضر معانا والصحافة اللي اليوم حاضرة معانا. و الحمد لله نجمت قدم حاجة في سوبر ستار، وانا نعتبر روحي حققت حلم من احلامي، وان شاء الله يا ربي تشوفوني احسن من هكا. ونشكركم برشا. ان شاء الله تكملي المشوار. خلينا نشوف احلى لحظات للروضة. نحمد ربي برشا بوصولي للمرحلة هذية، وحبيت نقول اللي سعيدة وفرحانة برشا مشاركتي في برنامج سوبر ستار. إن شاء الله نكون قدمت مستوى جيد ونجمت نوصل لقلوب الناس. وبالمناسبة نشكر الشعب العالم العربي اللي صوتني وشجعني، والشعب التونسي وعائلتي وكل أصحابي اللي دعموني وشجعوني. أنا متأكد إنه مش آخر مرة هنشوفك. كل يوم اثنين بيبقى أصعب وأصعب إن مشارك بيغادر. يوم الحد الجاي ضيف الحلقة هيكون السوبر ستار العرب 2006. الآيات ابتدى إبراهيم الحكمي. نشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامج سوبر ستار. مساء الخير. منعرف كل شيء عن مخاطر الوزن الزايد، ولكن